السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من قالوا إيه علينا. تقرير النهاردة تقرير مهم من صحيفة Financial Times البريطانية اللي بتتكلم فيه على موضوع سعر العملة الجنيه المصري، وإنه في حالة من عدم اليقين عند رواد الأعمال، عند المستثمرين الأجانب، مش عارفين الجنيه قيمته قد إيه. هل هو ب31 وشوية زي ما البنك المركزي بيقول؟ هل هو أكتر؟ هل هو أقل؟ طيب هل في تعويم جديد جاي؟ طب التعويم ده هيحصل امتى؟ طب انت لو مستثمر داخل تعمل مشروعات في البلد هتشتغل بأنه سعر؟ فبيبدأ التقرير Financial Times يتكلم على حالة عدم اليقين، حالة الشك، حالة انعدام الثقة اللي عند رواد الأعمال وعند المستثمرين الأجانب، اللي هم أكتر حاجة النظام محتاجها دلوقتي في الاقتصاد المصري، لأنه مش عارفين العملة المصرية وضعها ايه. بعدين التقرير بيقول لنا حاجة، معلومة لطيفة جدا الحقيقة، ولا اعتقد انها موجوده في اي بلد في العالم، يعني عايزه تبقى عندها معدلات نمو كويس واقتصاد قوي. ايه هي؟ بيقول لك ان احنا في مصر عندنا 3 اسعار للجنيه. ايه ده ازاي؟ زي ما بقول لك كده، عندنا سعر الجنيه اللي هو السعر الدولي الاجل اللي هو بيكسر ال 40 جنيه مقابل الدولار، وعندنا السعر الرسمي اللي هو 30 وكسر او 31، وعندنا سعر السوق السوداء اللي هو ما بين 35 و40. فانت كمستثمر جاي ال3 اسعار دول موجودين، انت بتتعامل معاهم، ده واقع، مش بتتكلم في خيال، مش بتقول مثلا انا ماليش علاقه بالسوق السوداء، لا، هو انت ممكن ما تعرفش تتعامل غير في السوق السوداء بالدولار، لانه زي ما انتم عارفين النظام عندنا عنده حساسيه دلوقتي لاي حد معاه دولار في البلد، فاي حد معاه دولار في البلد فهو متهم، فممكن النظام يقبض عليه، ممكن النظام يتحفظ على امواله، يلبسه قضيه وياخد الفلوس بتاعته لانه محتاج دولارات. ففاينانشال تايمز هنا بتقول انه حالة عدم اليقين اللي عند رواد الاعمال والمستثمرين دي سبب رئيسي فيها انه مفيش سعر معروف للجنيه. احنا بنتعامل ب3 اسعار، ده دولي اجل ورسمي وسوق سوداء، فده عامل مشكلة كبيرة جدا. بعدين بيتكلم على انه الحكومة اللي خفضت قيمة العملة، قيمة الجنيه المصري، بما يوازي 50% في الفترة الاخيرة، كان يفترض انها تتحصل على تدفقات من النقد الاجنبي. انت لما بتخفض العمله اللي معاه نقد اجنبي لما يجي يعمل مشروع عندك، فالدولار الواحد قيمته بتزيد بالجنيه، وبالتالي المفروض يجي لك دولارات اكتر، لكن للاسف ما جاش. للاسف لم يحدث اي تدفق في النقد الاجنبي، وده اللي فاينانشال تايمز بتقوله، ان الحكومه فشلت في تعزيز تدفقات النقد الاجنبي، وفي ازمه سيوله حاده لم تمر بها مصر قبل ذلك. بعدين بيتكلم على انه في ازمه كبيره، اللي هي ايه؟ هنعوم مش هنعوم؟ عارف انت الطريقه بتاعت البنت اللي هي بتمسك ورده، بيحبني ما بيحبنيش. النظام المصري قاعد من يناير اللي فات، من وقت ما صندوق النقد الدولي طلع الكراسه بتاعت الشروط بتاعته، وعمال ماسك هنعوم مش هنعوم، هنخفض مش هنخفض، لا هنزود مش هنزود. يا عم اخلص، الراجل اللي بره مش هيستناك كتير، ما هو انت لو ما عملتش استثمارات هيعمل زي سميح ساويرس ويروح السعوديه، وده اللي فاينانشال تايمز بتقوله، بتضرب المثل بسميح ساويرس اللي بيقول ان وضع النقد الاجنبي منع سميح ساويرس من مواصله الاستثمارات في مصر وراح السعوديه. دي مشكله حقيقيه. انت سميح ساويرس كان جرس انذار، يا ده مش فاينانشال تايمز بتقوله، ده انا بقوله، سميح ساويرس كان جرس انذار للنظام المصري، للاقتصاد المصري، انه الرجاله المفروض ان هم قريبين منك، الرجاله بتوعك، المستثمرين التقال، خلاص بيفقدوا الثقه فيك وبيخرجوا من السوق المصري وبيبحثوا عن اسواق تانية. فاينانشال تايمز هنا بتقول انه كل الازمات اللي حاصله من اول، مفيش قدره على التخطيط والاستثمار عند رواد الاعمال، لانه في حاله شك وعدم يقين في العمله، لان العمله ليها 3 اسعار، لان الحكومه فشلت في تعزيز النقد الاجنبي. فده وصلنا في الاخر ان رواد الاعمال اللي في مصر بيهربوا، خلاص ما بيعملوش شغل، واللي بره ما بيخططش انه يعمل استثمارات في مصر، وبالتالي ده عامل لنا ازمه كبيره جدا، ان احنا لا عندنا تدفقات اجنبيه، ولا خدنا شهاده ثقه من صندوق النقد الدولي، ولا المستثمرين الاجانب بيقولنا، فدي ازمه. ولذلك انت الفتره الاخيره تحديدا مع الخليج هتلاقي ان النظام المصري بيحاول يبيع الاصول لجهات مجهوله، زي ال 10% بتاع المصريه للاتصالات، احنا مش عارفين لحد دلوقتي هو باع لمين، مفيش صندوق سيادي خليجي اعلن، بل بالعكس السعوديه في تقرير امبارح في موقع العربيه عامله لقاء مع خبير اقتصادي بيشكك في هذه الصفقه، ويقول ان قيمتها اقل من قيمه السوق، وان في اسئله كتيره جدا مطروحه، مين الجهه اللي استحوذت، والكلام ده كله. طيب بينقلنا بعد كده تقرير فاينانشال تايمز ده للحلول،
دايما المواقع اللي زي دي بتتهم من النظام المصري ان هم متربصين، ومحمد معيد طلع قال لك انه دول عندهم حالة تربص وبيطلعوا 6 تقارير ومش وراهم غير مصر والكلام ده كله، ويطلع ناس تانية تقول لك هم مش شايفين غير مصر. فاينانشال تايمز هنا بتحط لكم روشتة علاج للاقتصاد المصري المريض الفترة الأخيرة. بتقول إيه؟ بتقول إن أنت في مصر لازم تنتقل لنموذج يحركه الإنتاج والتصدير. لازم تبدأ تنتج ولازم تبدأ تصدر. ما ينفعش إن أنت تفضل قايم على الاستيراد فتحصل حرب في روسيا وأوكرانيا فأنت بتستورد القمح والحبوب فيتخرب بيتك فالاقتصاد يقع. ما ينفعش. لازم النظام المصري يتحرك في زيادة عجلة الإنتاج الإنتاجية والاهتمام بالتصدير اكتر. ويمكن في رقم انا دايما بقوله وبحب اقارن قوي ما بينه، مصر في 21 22 كانت صادراتها 39 مليار دولار، تركيا في نفس العام كانت صادراتها 288 مليار دولار. السؤال هنا هو ايه الفرق بيننا وبين تركيا؟ ايه اللي يمنعنا ان احنا نبقى عندنا صادرات ب 290 مليار زي تركيا؟ الحقيقه الفساد ورأس الدوله وانه مش معتمد نموذج انتقال لانتقال النموذج يحرك التصدير زي ما فاينانشال تايمز بتقول. بيقول كمان ان النموذج ده لما انت هتهتم بالانتاج والتصدير ده بيضمن لك الحفاظ على عائدات من العمله الصعبه، فهيحل لك الازمه اللي انت عايشها بتاعه الدولارات، اللي انت مش عارف توفر دولارات في اي حاجه وعندك اعلاف في المينا وعندك حاجات في المينا مش عارف تطلعها لان مش معاك دولارات، مستثمرين اجانب ما بيجوش. فالقصه كلها مبنيه على قصة التصدير. كمان بيقول فاينانشال تايمز ايه؟ انك لازم ينصب تركيزك على الصناعة. لازم تصنع، مش بطاطس يا جماعة مهروسة وصوابع، لازم تصنعه بجد. لازم تعملوا تصنيع حقيقي، مش فيشنج، مش أي كلام. لازم تعمل صناعات تخليك تتميز فتصدر فيبقى عندك قوة إنتاجية بشرية كبيرة وعندك إنتاج حقيقي فتعرف تدخل عملة صعبة. وبيختم التقرير بنقطة مهمة جدا وهي يجب أن يتاح للقطاع الخاص مساحة أكبر للتنفس والنمو، ودي المشكلة الحقيقية للنظام المصري مش عارف يعملها حتى الآن لأنه عنده معضلة كبيرة جدا اسمها القوات المسلحة. هو مش قادر يوقف القطاع الخاص على حيله لأن الجيش هو اللي مسيطر على كل حاجة، فعشان يوقف القطاع الخاص لازم يخرج الجيش. السيسي مش عايز يخرج الجيش لأنه خايف الجيش ينقلب عليه، وبالتالي بيدور في دائرة مفرغة. بتفضل فاينانشال تايمز تكتب، صندوق النقد يتكلم، الدول الخليجية تحذر وتنبه، لكن عبد الفتاح السيسي مش شايف غير تحت رجليه، شايف الكرسي اللي هو قاعد عليه بس. لو اتحرك ناحية الجيش بشكل مش عاجبهم ممكن يشيلوه في لحظة ويتعاملوا مع أي حد تاني. وبالتالي للأسف اللي بتقوله فاينانشال تايمز إن القطاع الخاص ياخد مساحة أكبر للتنفس والنمو مش هيحصل في ظل وجود السيسي والقوات المسلحة المصرية. تقرير مهم جدا من فاينانشال تايمز. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.